نعم لما بقى يجي رئيس السيسي ويجيب الراجل زي ده مصر ويعرض له المشكله بتاعتنا، وما تبقاش اللي بيسموها وان سايد ستوري، قصه من جانب قصة واحد. ايوه الروايه الواحده. ادي قصتنا وادي موقفنا وادي موقف مصر. دي بعتبر من اهم الزيارات اللي قام بيها رجل امريكي الى مصر، والتصرف لانه رجل استثنائي يا حب، استثنائي وقوي في حبه لاسرائيل وقوي، فلازم يفهم وهو مؤثر موقفنا في القرار الامريكي ده بالظبط، وبيؤثر وخاصه هو بالحزب الجمهوري اللي هو ضد جو بايدن. مفهوم. فلازم احنا الناس دول نستملهم مش بالكلام ولكن بالشرح الموقف. اخر حاجه بقى، عشان انا عارف انا كنت واعد الاعداد عندك لان بس انا برضو محتاج حضرتك اخر لوحه بس. احنا لم يحسم حتى الان اللوحه اللي جايه ان وات از افتر، ماذا او في اليوم التالي لو ان شاء الله الموضوع ده تم، فهناك مشكله كبيره. ماذا سيحدث في غزه بعد انسحاب القوات الاسرائيليه؟ ودي عايزه قصه تاني ان شاء الله. تمام. هستاذن حضرتك في حاجه دكتور سامي. تؤمر يا فندم. هل هتوافق حماس على المقترح؟ كل التصريحات اللي خارجه من الجانب الصهيوني بيقولوا لو حماس وافقت اسرائيل ممكن توافق. حماس هتوافق، لان دي بقول لحضرتك دي الفرصه الاخيره يا مدام عزه. ايوه. واذا لم توافق هتبقى مشكله. ده الرئيس الامريكي بنفسه اللي طلع يتكلم. نعم. ولازم نوافق، ومعظم نقول ايه البنود هي موافقه عليها قبل كده. التفاصيل هي اللي ممكن نختلف في كم واحد يطلع كم واحد بتاع، انما اعتقد لكن التفاصيل اللي ممكن يختلفوا فيها هتتحل يا مدام. هتتحل كلها نيجوشيبل، ومصر قايمه بدور كويس في هذا الكلام، لان دي اصلا مبادرتنا، فهتبقى تمام باذن الله. البيت الابيض بيصرح بيقول نتوقع موافقه اسرائيل على مقترح بايدن اذا وافقت حماس، ولا هتعمل اسرائيل زي اللي فات؟ لا انا بقول لحضرتك ده توقعي الشخصي، ممكن اكون غلطان. ايه هو توقعي؟ ان حماس هتوافق على هذا الكلام، ولكن هيبقى في نقول ايه مناقشات في التفاصيل. انما البنود هي وافقت عليها حماس قبل كده، هي بنود المبادره المصريه. اسرائيل هتوافق؟ طب هنا بقى طبعا هتبقى في مشكله. هل الاثنين دول سمتريتش وبتاع هيمشوا وهتسقط الحكومه؟ ده موضوع تاني. انما ارجو ان حماس توافق عشان دي فرصتنا الاخيره. اذا كده ما توافقتش هتبقى مشكله، لكن الحماس موافقه على نفس البنود ولو استمرنا فيها هتبقى ان شاء الله. خدي بالك كمان ان مصر هي اكتر دوله بعد غزه هي متضرره مما يحدث طبعاً في هذا الكلام. طبعا عشان كده حضرتك بتقول ال 48 ساعه اللي جايين 48 ساعه مهمين جدا في حل هذه القضيه. اشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور سمير فرج المحلل الاستراتيجي. خليني